دائما اسماعيل الحداد يحاول يرفع كره جميله. هدف لفائده الوداد، فريق الوداد اذا يتمكن من تسجيل الهدف. سوري كيطا، برايم سوري كيطا اذا يتمكن من فك لغز هذا المباراه. وجون توشاك، جون توشاك يتمكن من تسجيل اكيد يعني بعد ما ارمى بالورقه ديال سوري كيطا، اذا يتمكن انه ينجح في تسجيل الهدف. 1-0 لفائده الوداد، اكيد كيجي في الدقائق القاتله من المباراه. يعني سوري كيطا ابراهيم اكيد يسجل اول هدف بقميص الوداد، وكان هدف الذي يساوي 3 نقاط غاليه لو انهى الوداد بهذا الانتصار. لاحظوا الابتسامه في وجه جون توشاك. 1-0 يعني اقل من جوج.